تسأل دمي، دم الشهيد تسأل دمي، قول يا تربيت الحل السلمي، يا تربيت الحل السلمي. فتح عمر أقرب إلينا، أقرب إلينا من غزة، حينما نقول نعم لتجتمع الفصائل في غزة، فكان الرد بالاجتماع بأولمرت بعد إعلان صفقة القرن بسويعات. نستغرب ذلك للأمان، هذا أولا. ثانيا نستغرب أيضا أن رئيس الجامعة بات يعتبر نفسه ليس من هذا المجتمع. نحن أبناءك يا دكتور عبد اللطيف، هؤلاء طلابك، هؤلاء منهم من خرجوا من السجون، وكل هؤلاء هم مشاريع شهادة يتجهزون ويجعلون من دمائهم ذخيرة للتحرير والعودة. أخيرا أيها الشباب، لأننا قلناها بأننا لا نخاف، أقولها لكم على الملأ، هؤلاء قائمة آخر المطبعين أو اللي طلعوا مؤخرا، هاي القائمة تمعنوا في وجوههم جيدا، احفظوا أسماءهم، ارجموهم حيث لقفتموهم، لا تبقوا لهم بقية. أخواني الطلبة، لست في موقع رسمي ولا أمثل أحد، وهذا الكلام اللي احنا بنقوله لأنه حينما تمثل أحد يكون الكلام عليه جمرك. نعم أنت مقيد، لذلك أنا أعتقد أن جموع طلبة جامعة بير زيت توافقني الرأي بأن أحرق هذه الصورة. وأيضا هذه الصورة في وسط رام الله بالأمس تعزمه من عباس. عباس يا أخوان اللي طلع علينا قبل أشهر ينظر على غزة بكلهم المستشفى الأمريكي كياني. الهباش يا أخوان نفسه اللي كان على التلفزيون قبل أسبوع بيحرم التعزية في قابوس لأنه قابوس مطبع. هاي الصورة، هاي الصورة بتحرم يا جماعة. سؤالنا هنا، شو عنوان الخطبة الجمعة الجاي فخامتك؟ شكرا لكم ويعطيكم العافية، ونعرض هاي الصورة أيضا. هذا مصير المتبعين، هنا مسار للتاريخ، انتم وعاشيتكم وجنودكم ومن يقفون معكم وبعض الموجودين هنا وهناك مش عارف. شكرا لكم.